اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، لغه الارقام مع احمد نجيب واحمد يماني. نجيب مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. تمام يماني، ازي يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله كويس؟ كله كويس الحمد لله. نبدا الاهلي والزمالك، ونبدا الاهلي مع موسيماني والهلال السوداني. نتيجه كويسه، ولكن من واقع الاداء، من واقع تطور المباراه والظروف اللي شفناها، النادي الاهلي كان يقدر يحقق الفوز. المنافس اضعف مما تصورنا. الأهلي للأسف أرقامه ما اتطورتش بتطور المباراة، تغييرات فرضت أن حسيتنا أن الموسيماني ولعبته يبحثوا عن التعادل، كان شوية عائق حرارة الجو اللي مش متعودين بقى. احنا بقالنا كذا شهر في أجواء شتوية، حرارة في السودان 33، الملعب أرضيته صلبة، الملعب مع الثلاثة الظهر ده مش متعودين عليه. فإجمالا الأهلي حقق نتيجة كويسة، وإن كانت الأرقام مش في صالح الأهلي خالص زي ما هنبدأ نشوف كده ونتكلم. الأرقام في صالح مين؟ الارقام في صالح الهلال. لو هنبدا في اول حاجه على مستوى الاستحواذ، يمكن ده في صالح الاهلي 52-48، ولكن تعال نبص بقى على المحاولات. الهلال 13 محاوله منهم 3 على المرمى، الاهلي 5 منهم 1 على المرمى. محمد هاني الكرات العرضيه هروح لها على طول، الكرات العرضيه للاهلي عنده كره عرضيه واحده بس صح لمحمد هاني برده، مقابل 25 كره للهلال منهم 3 صح. فعلى مستوى المحاولات الهلال اعلى، على مستوى الكرات العرضيه الهلال اعلى. محمد هاني تصويبه وعرضيه. على مستوى المراوغات يمكن قريبين 9-7 و9-6. على مستوى التمريرات الاهلي كان اعلى على مستوى التمريرات. فاجمالا الترجمه للسيطره، الاهلي ما كانش مترجم سيطرته، الهلال كان اخطر في خلال ال 90 دقيقه، والاهلي كان في محاوله واحده بس خلال ال 90 دقيقه، وده طبعا حاجه يعني قليله، المفروض ان الاهلي بيحاول اكتر من كده. السلاي والشريف لغز حقيقه يعني. ليه؟ الاثنين ما قدوش ادوارهم. السلية تحديدا الاجهاد واضح عليه جدا، يمكن لما نبدا نشوف التمريرات الصوره اللي هتطلع على اليمين دي مجموعات التمرير اللي تخص الاهلي والهلال السوداني. الصوره اللي على اليمين تمريرات الهلال السوداني، زي ما شايفين كثافه التمريرات موجوده ناحيه يمين الهلال السوداني اللي هو شمال وسط النادي الاهلي اللي هو مكان عمرو السلية. الناس بيتكلموا في عدد تمريرات يفوق ال 20 تمريره ما بين كل اللاعبين وبعض. عمرو السلية للاسف كان ما بيأديش واجبه الهجومي، ما كانش بيأدي واجبه الدفاعي، هو مجهد جدا. استغربت قوي استمراره في الملعب لمده 90 دقيقه. عمرو السلية كان هو الحلقه المفقوده في اداء النادي الاهلي. محمد شريف عنده مشكله كبيره الحقيقه في التحركات. محمد شريف مستوى نازل، مش عارف ايه الحل. محمد شريف ما راحش للجول، محاوله واحده وكانت غير صحيحه، ما بيطلبش الكوره، ما بيظهرش. محمد شريف التحرك المعتاد بتاعه. قبل ما انت يعني فضل تخش بدقيقه، كان كابتن وليد صلاح قاعد هنا، تمام، قال ان هو احسن مهاجم في مصر. ما نختلفش على جوده محمد شريف. آه. احنا بنتكلم محمد شريف في المباراه دي، آه. اخباره ايه؟ انت قلت بقى له فتره مش في مستوى. في المطلق محمد شريف احسن مهاجم في مصر بنهايه الموسم اللي فات، هداف افريقيا، هداف الدوري العام. ولكن محمد شريف دلوقتي احسن مهاجم في مصر؟ لا، محمد شريف مش احسن مهاجم في مصر. دي الامور واضحه تماما، ولا الارقام ولا الفنيات. بشهاده موسيماني نفسه، ايه شهاده موسيماني في حق شريف؟ لو هو احسن لعيب او هو احسن مهاجم مش هيقعدوا بعض المباريات، مش هيبدا بيه. مباراه الدوري مباراه الدوري الممتاز، النادي الاهلي لغايه دلوقتي محمد شريف في نص المباريات اللي اتلعبت ما بداش في التشكيل الاساسي. فمنين هو افضل مهاجم في مصر والمدير الفني النادي ما بيدفعش بيه اساسي؟ صح. محمد شريف ما بيلعبش مهاجم في منتخب مصر، وبالتالي هو مش مركز المهاجم او ليس الافضل يعني. كم هجمه للنادي الاهلي في 90 دقيقه منظمه يعني؟ واحده. هجمه واحده؟ واحده في 90 دقيقه. معانا حاله فنيه لو نبدا نستعرضها، الحاله الفنيه دي الهجمه الوحيده اللي شفنا فيها الثلاثي الامامي بيقوم بادواره، بيتبادل مراكزه، شريف بيتحرك ياخد المساك ويروح بيه ناحيه الشمال، شمال دفاع الهلال السوداني عشان يفضي المساحه لطاهر يدخل لجوه، وعبد القادر بيعرف يتحرك من بره ال 18، وهاني بيكمل ويرفع كره عرضيه، والثمانيتين السولية وديانج بيوصلوا وبيكملوا ال 18. الحاله الفنيه لو اتعرضت الصوره دي اللعبه الاولى، دي رميه، بدات برميه تماس من عند علي معلول الحقيقه. رميه تماس من عند علي معلول، بيلعب الكره، احمد عبد القادر بدا يظهر له في المساحه زي طلب الكره واستلمها، بيبدا احمد يتحرك ويستلم الكره، هو اللعيب اللي عنده الكره. ادي احمد عبد القادر استلم الكره في المساحه الفاضيه، وبعدين الهجمه بتتحرك، بيطلع محمد هاني، ومحمد هاني بيرسل الكره. بص بقى يا كابتن ال 18 فيها مين دلوقتي؟ 18 فيها ده عمرو السولية، وادي ديانج، محمد شريف، طاهر، احمد عبد القادر. ده نموذج لهجمه منظمه النادي الاهلي وصل فيها باكبر عدد ممكن من اللاعبين. الهجمه دي شهدت الكره العرضيه الوحيده الصحيحه للنادي الاهلي كانت محمد هاني، وشهدت محاوله من الخمس محاولات الاهلي عملهم كانت لاحمد عبد القادر الكره راسيه، وان كان عبد القادر غير مميز في الراسيات يعني، ولكن الكره طلعت بره. ده اتكرر كم مره بقى في الماتش؟ ما اتكررش. هي دي المره الوحيده للنادي الاهلي اللي شهدنا فيها هجمه منظمه وصل فيها باكبر عدد ممكن من اللاعبين. فالحاجه دي واحده من الحاجات الصادمه الحقيقه، الحقائق الصادمه للنادي الاهلي في مباراته امام الهلال السوداني. مفاجاه ان رجل مباراه يكون محمد عبد المنعم،
في مباراه الهلال السوداني؟ لا مش مفاجاه، ان محمد عبد المنعم بقاله فتره من افضل اللاعبين اللي بيادوا في الاهلي والمنتخب، يمكن هو على مستوى دقه التمرير تمريرات كويسه مش بقاله فتره ولا حاجه، ده هو لعب ماتشين. انا اقصد بقاله فتره مع الاهلي ومع المنتخب، يعني هو بقاله تقريبا شهر ونص تقريبا في يعني في اعلى اداء ليه، دقه تمريره 88%، كرات طويله لعب واحده هي اللي وصلت علي معلول وبعد كده لعبها القفشه وجت في العارضه، كوره ممتازه جدا. استخلاص كرات هو 20 الاول في استخلاص الكرات في الاهلي خلال المباراه، استخلاص الكره الثانيه وخمسه هو الثاني في المباراة بعد علي معلول، كان هو الأول في الكرات التانية. مراوغات، عمل مراوغة كمدافع، يمكن شايفين خريطة الحرارية دايما هو بيسند لقدام، ليه الصورة اللي فوق على الشمال دايما بيزيد لقدام وبيعوض شوية في البيلد اب الخاص بالنادي الأهلي. فمحمد عبد المنعم كان من عناصر الكويسة جدا، ويمكن محمد عبد المنعم برضو في الزيادة دي كان بيعوض شوية عمرو السولية. يمكن هستعرض بس حاجة بسرعة لعمرو السولية، عمرو السولية دايما دي كورة مثلا محمد عبد المنعم هو اللي بيعمل التمريرة، هو اللاعب اللي موجود في الجزء ده، ده محمد عبد المنعم. عمرو السولية دايما واقف، بيبقى واقف غلط، يعني لاعب الهلال لو بصينا هو اللي سابق لاعب الاهلي في اثناء بناية الهجمة بناء الهجمة، بتلاقي دايما في ستة من الهلال بيضغطوا على الاهلي. نفس الكلام ده اتكرر بعد كده، هتلاقي برضو الكورة بتلعب ياسر ابراهيم، وهتلاقي على اليمين محمد عبد المنعم بيتلعب له الكورة، هو بيعوض عمرو السولية اللي بيتأخر دايما. عمرو السولية هو اللاعب اللي على الشمال اللي عنده الدايرة الحمراء ده، بيجي متأخر بعد ما يكون اللاعب خلاص خد القرار انه يلعبها في اتجاه مختلف، يعني اوريدي ياسر كان خلاص خد القرار، فوق السولية بيظهر متأخر. ده على المستوى الهجومي. على المستوى الدفاعي بقى بتلاقي عمرو السولية برضو زي ما نجيب اتكلم بعيد جدا عن اي تواجد انه يقدر ياخد الكرة التانية. بص عمرو السولية بعيد جدا عن الكرة في الحتة دي، ادي الكرة هنا بتلعب كرة عالية طويلة، عمرو السولية بعيد جدا. نفس الكلام هنلاقي في الحاله اللي بعد كده فقط البوزيشن بالظبط في كوره بقى ده اجهاد، ده راجع الاجهاد، في كوره واضحه جدا للسولية في اخر المباراه في اخر الشوط الاول، الكوره دي اتلعبت تمريره بالشكل ده هنا في الحته دي للراجل لاعب الهلال اللي هو داخل اللي هو عليه الدايره، اتلعبت له الكوره الجزء ده، عمرو السولية واقف. هنلاقي بقى بعد كده لما اتلعبت الكوره ودخل لجوه، الصوره اللي بعدها اهي، الراجل دخل وسدد، عمرو السولية فين بقى؟ عمرو السولية ورا، هتلاقي في اللقطه اللي بعد كده مش موجود في الكادر، مش موجود في الكادر اهو، عمرو السولية هنا بعد ما الكره طلعت بعيد جدا. فالسولية مرهق جدا، السولية محتاج يريح انه بعيد جدا عن مستواه. فالسولية وشريف، شريف محتاج مستواه يتحسن على شويه، السولية محتاج يريح خاصه في ماتش المقصر، ان واضح ان هو مجهد جدا، مستواه اعلى من كده بكتير، وكلنا عارفين قيمه عمرو السولية، بس السولية محتاج يريح. لغز الشحات، حسين الشحات موجود في النادي الاهلي بقاله 3 سنين، رقميا هو الجناح الافضل في النادي الاهلي. الشحات في الثلاث سنين دول يمكن مشارك فيما يفوق ال 55 او 56 هدف ما بين التسجيل والصناعه، ولكن تلاقي جمهور النادي الاهلي مش مقتنع او عنده مشاكل مع حسين الشحات، ما يقدمش افضل مستوى ممكن، ولكنه رقميا جيد ولكن فنيا هنا نروح بقى لحته الوزن النسبي. الارقام بتنصف الشحات ولكن الفنيات ما بتنصفوش. ليه بقى؟ الشحات محتاج حد يفتح له الماتش. الشحات انت قيمه كبيره، قيمه فنيه كبيره في النادي الاهلي، يجب ان انت تفوق الفرق. لا، الشحات دايما لما بيسجل يسجل الجون الثاني او الجون الثالث، هو الماتش اوريدي مفتوح. لما بيعمل اسيست او يعمل صناعه يعمل الثاني او الثالث، دي واحده من الالغاز. ما بيشتغلش على الضغط خالص، هو قدرته على مقاومة الضغوط فيها مشاكل، قرارات كتير غلط، شفنا قرارات في كاس عالم الانديه، شفنا قرارات في الدوري قبلها. فالشحات الحقيقه مضغوط، الشحات اتمنى انه يطور من نفسه شويه، اتمنى انه طموحه يزيد، يبقى عارف هو عايز ايه اكتر من كده، عنده امكانيات كتير ولكن للاسف ما بش قادر يورينا حاجه منها في ارض الملعب. ده ما يخص النادي الاهلي. ما يخص نادي الزمالك بعد الفاصل.